اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي ميعاد فقرتنا الرياضيه واللي هنبتديها مع نادي الزمالك اللي اتغلب على الاسماعيلي بنتيجه 3-1 في المباراه اللي اقيمت بينهم. المسؤولين في نادي المصري بورسعيدي دخلوا في مفاوضات مع اللاعب احمد دعدور حارس مرمى بيراميدز، وده للتعاقد معاه خلال فتره الانتقالات الصيفيه وضمه لتدعيم مركز حراسه المرمى. الجهاز الفني للأهلي بيجهز اللاعبين البدلاء عشان يستعدوا للمشاركة في مباراة طلائع الجيش. بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عمل محاضرة مع اللاعبين قبل ما يبدأ تدريباته امبارح على ملعب التتش عشان يستعد لمواجهة طلائع الجيش في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز. وخلال المحاضرة موسيماني طالب بإغلاق ملف مباراة الوداد المغربي والتركيز في اللي جاي. عمر جابر لاعب بيراميدز خضع لأشعة على شظية القدم بعد ما خرج مصاب في مباراة الفريق قدام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية اللي تعرض خلالها للإصابة. أما اللاعب أحمد ياسر فبلغ إدارة المصري بورسعيدي برغبته في الرحيل عن النادي في آخر الموسم بعد العقوبات الأخيرة اللي وقعها عليه علي ماهر المدير الفني للفريق بسبب اختراقه الحظر الإعلامي اللي فرضه على اللاعبين، والإدارة طلبت من ياسر عرض رسمي للرحيل. بطولة كأس العالم للأندية السنة دي اتقرر إقامتها في الفترة من 11 ل 23 يناير اللي جاي، واللي هتكون بنفس نظام النسخة القديمة، خصوصا أن النظام الجديد لكأس العالم للأندية اتقرر أن يتم تطبيقه بداية من النسخة اللي بعدها. المدافع المصري أحمد حجازي ودع جماهير نادي ويست بروميتش بعد رحيله لنادي اتحاد جدة في الدوري السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع شرط أحقية الشراء في يونيو 2021. أحمد حجازي كمان وجه الشكر لجماهير ويست بروميتش على دعمهم ليه خلال الثلاث سنين اللي قضاهم مع الفريق. ولسه عالميا، وسقط ميلان في فخ التعادل الايجابي بنتيجه 3-3 امام ضيفه فريق روما في المباراه اللي جمعت الفريقين على ملعب سان سيرو في ختام مباريات الجوله الخامسه من الدوري الايطالي الكالتشيو. حقق فريق توتنهام هوتسبير فوز صعب على مضيفي بيرنلي 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين مساء الاثنين على ملعب تيرف مور في ختام الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. أما فريق فلامانجو البرازيلي فتعادل مع ضيفي انترناسيونال بنتيجة 2-2، وبالنتيجة دي بيستمر الفريقين في صدارة الدوري البرازيلي، والمباراة كانت هتخلص لصالح انترناسيونال بهدفين لهدف، لكن فلامانجو اتعادل في الدقيقة 90. خلصت أخبارنا الرياضية مشاهدينا.